ده كله تمام؟ الحمد لله تمام. أول سؤال يا دكتور، كل الناس طبعا في مصر قلقانة على كابتن محمود الخطيب، طمنا بقى حضرتك على الحالة، إيه اللي حصل؟ إيه اللي كان عند كابتن محمود؟ دلوقتي الكابتن محمود، أنا كنت لسه بسأل حضرتك كابتن هيرجع يلعب كورة ولا لأ، قلت لي ده خلاص يعني أسبوع ممكن ينزل الملعب. حضرتك عارف طبعا، هو نفس الكلام ده قاله الكابتن محمود الخطيب، هو كان مر بمرحلتين. المرحلة الأولانية اللي هي العملية اللي اتعملت في المخ، والحمد لله تمت بنجاح يعني. وأول ما رجع هنا مصر كان تعب، وكان جاله انزلاق غضروفي، وكان تمت العملية التانية في مصر هنا، وكان برضو تمت بنجاح الحمد لله. بس كان تعب بعدها، كان حصل التهابات في الأعصاب نتيجة الانزلاق الغضروفي اللي كان مر بيه، التهاب في العضلات كمان، وزيادة على كده كان طبعا ضعف العضلات اللي كان موجود عنده. وهو ده اللي كان السبب ان هو كان جاء ميونخ يعني، وقام بكورس العلاج قمنا بيه سواء بالادويه او بالعلاج الطبيعي، والحمد لله جاب نتيجه طيبه يعني. دي صور الكابتن محمود الخطيب في المانيا. دي الصور اللي اتعملت بعد العمليه الاولانيه. دي الحمد لله دي حصري للملاعب اليوم يعني، حصري لينا بس. طب كويس. دكتور عايزين نطمن الناس بقى، الكابتن محمود الخطيب يعني طبعا العمليتين ما لهمش علاقه ببعض. يعني دي حصلت حاجه ودي حاجه، مظبوط كده؟ طب هل الكابتن محمود خطيب دلوقتي بيعمل علاج طبيعي، يعني شغال في مرحله العلاج الطبيعي، ولا خلاص انتهت مرحله العلاج الطبيعي؟ لا، هو العلاج الطبيعي شغال يعني، بقاله فتره بعد العمليه الثانيه اللي هي عمليه الانزلاق الغضروفي، وما زال هيستمر فتره ان شاء الله، ما تكونش فتره طويله يعني، فتره قصيره. زياده على كده زي ما قلت، اللي هو العلاج بالادويه للالتهابات اللي كانت موجوده، سواء التهاب الاعصاب او ضعف العضلات، كان كمان في مسكن للالام. انما نرجع لسؤال تاني، طبعا العلاج الطبيعي هيستمر بس مش لفتره طويله، ان شاء الله فتره قصيره وبعدين ينتهي الموضوع ده. هل يا دكتور بعد العمليه يعني بعد العلاج الطبيعي وبعد كل ده، هل ممكن الكابتن محمود خطيب يمارس بقى بعد كده حياته، يمارس الرياضه اللي بيحبها عادي مفيش مشكله، ولا هتبقى فيه بقى محظورات؟ لا طبعا، هو الهدف من العلاج ان هو يمارس حياته عاديه خالص. كل ما يعني يتمنى ان هو يقوم به لازم هيقوم به ان شاء الله. وطبعا الامل موجود، او بمعنى اصح ده اكيد هيحصل ان شاء الله. هل حضرتك العمليه دي بتحتاج مثلا الكابتن محمود هيضطر يسافر مثلا المانيا كل فتره بعد كده في متابعه مع حضرتك، ولا هيصبح الموضوع خلاص حضرتك هتدي له زي بروتوكول كده يمشي عليه والموضوع انتهى؟ متابعه ان شاء الله تبقى بوجوده هنا في مصر، ما فيش اي داعي ان هو يرجع تاني المانيا للعلاج ده او لاعاده العلاج ده تاني، الا لا قدر الله وحصل شيء تاني يعني اللي احنا ما نتمناهوش. دكتور ياسر، حضرتك بقالك قد ايه في المانيا؟ عديت 22 سنه. 22 سنه وكم شهر. وبتنزل مصر يعني، عندك اخبار، عارف مصر، عارف الدنيا، عارف الناس في مصر؟ بصفه مستمره انا بنزل مصر 3-4-5 مرات في السنه. اما يعني تعرفت على كابتن محمود الخطيب، او انا مش عارف الحقيقه بدايه المعرفه، انا عارف عن طريق صديق كان عرف حضرتك بكابتن محمود. ايوه. شعور حضرتك ايه يعني؟ هل كان في سعاده؟ هل حضرتك تعاملت معاه؟ كنت معتقد مثلا ان هو نجم، لقيت حاجه ثانيه اما اتقربت منه؟ سؤال كويس. وطبعا انا اعرف كابتن محمود الخطيب من التلفزيون او من المباريات اللي كنت بتفرج عليها ايام زمان وانا صغير. وطبعا محمود الخطيب معروف لجميع الناس هنا في مصر، مش ليا لوحدي. فما جت الفرصه ان انا اتعرف عليه، فطبعا كان سعاده بالنسبه لي ان انا اتعرف على شخصيه زي شخصيه كابتن محمود. وصراحه يعني ده يقال مش عشان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي في البرنامج، هو شخصيه ظريفة جدا جدا، إنسان على خلق ومهذب جدا، وأي إنسان يعني يسعد إن هو يتعرف عليه ويتخذه كصديق ليه. دكتور، لما الكابتن محمود الخطيب جه لحضرتك، هل كان يعني كان عنده آلام، كان جاي في يعني بأوجاع، ولا كان الموضوع يعني ممكن ياخد وقت، ولا كان الموضوع لا لازم عملية حالا؟ هو طبعا جه وعنده آلام يعني، هو كان جاء بعد العملية الثانية اللي هي عملية الانزلاق الغضروفي، وجاء بعد فترة وجيزة خالص. فكان أول ما شفته كان طبعا عنده ألم مش بسيطة، وكان أصعب شيء طبعا اللي هو التهاب الأعصاب اللي موجود عنده، عصب القدم اليسرى وضعف العضلات. عشان كده قررنا إن احنا أو قررت إن هو العلاج بالأدوية وكورس بالعلاج الطبيعي لمده 3 اسابيع.
دكتور ياسر، يعني في جاليه مصريه طبعا في المانيا، هل كان في يعني حد على معرفه ان كابتن محمود الخطيب في المستشفى؟ هل في حد كان على اتصال بيه؟ هل في ناس طلبت زياره؟ هل بتمنعوا الزياره هناك؟ انا عارف ان في اوروبا غير عندنا الموضوع هنا. يعني هو طبعا العمليه الاولانيه اللي هي عملت في الراس دي كان ممنوع طبعا الزياره عشان هو كان محتاج راحه تامه. السفريه الثانيه اللي هي الاخيره دي اللي كان جالنا فيها علشان بعد عمليه الانسلاق الغضروفي كان هو اصحابه، يعني اللي هو يعرفهم كان هم المتقربين اليه يعني، وهو عنده كم اصحاب كبير في ميونخ. يعني كابتن محمود الخطيب عنده كم اصحاب في مصر؟ يعني ممكن يوصلوا لل 80 مليون 90 مليون ما شاء الله. ممكن يعني اتخيل هذا. نجم شباك عندنا ما شاء الله. اكيد طبعا. دكتور ياسر، يعني هنروح لحته بقى صعبه شويه، ليه دايما في حته العظام وفي حته الاوجاع، يعني زي كابتن محمود الخطيب كل لعيبه الاهلي، ليه كله بيتجه لالمانيا؟ والله سؤال كويس يعني، بس هو واضح او مش واضح، هي دي الحقيقه، ان طب العظام في المانيا متفوق قوي يعني، وده كان سبب من الاسباب ان انا نفسي كنت عايز اتخصص في المجال دوت بل اكتر يعني. ده باستثناء ده طبعا بالنسبه للمريض العادي خالص، ممكن يبقى في مريض يتعمل له عمليه زي دي والعضلات عنده ضعيفه قبل العمليه، فبيبقى في صعوبه تكمله العلاج بعد كده. دكتور، حضرتك من يعني متابع للشارع الرياضي المصري، يعني عندك فكره عن ملف الاهلي المصري، المذبحه الاخيره اللي راح فيها شهداء؟ هو طبعا نوعا ما متابع، بس للاسف المسبحه الاخيره اللي حصلت دي طبعا تابعتها، لان انا ما اعرفش ساعتها، ما كنتش بتفرج على الماتش، انما تاني يوم وانا رايح الشغل في العربيه سمعتها من الاذاعه الالمانيه، وكانت صدمه لينا جميعا يعني. هل الخبر كان كابتن محمود عبد الخطيب، محمود الخطيب كان في اثناء العمليه وسمعنا ان هو حصل، يعني ما حدش بلغه بالخبر او الناس خبت عليه، هل الموضوع ده فعلا مظبوط؟ وده فعلا مظبوط يعني، لدرجه ان هم كانوا شايلين الاريال من التلفزيون كمان في الحجره عنده، علشان ما يعرفش، ما يتفرجش على التلفزيون ويعرف حاجه زي دي، انما هو عرفها يعني بطريقه مصادفه، واحد من العمال في المستشفى هو اللي ساله ايه اللي حصل في البلد، فاضطر طبعا هو يتفرج على التلفزيون. طب وحضرتك كان رد فعله ايه؟ رد فعله اعتقد ان هو زيه زي اي انسان مصري يعني، احنا كلنا وانا واثق ان هو نفس الشيء عنده، كان جالنا حاله ذهول وحاله اكتئاب يعني، شيء زي ده عمرنا ما عصرناه في مصر في الرياضه المصريه يعني. شيء رهيب. انا شفت لقطات بعد كده في التلفزيون من اللي حصل، بس ما قدرتش اتفرج على الصور كامله يعني الى الان مش مستوعب ان شيء زي ده ممكن يكون حصل في مصر. دكتور ياسر، حضرتك وحضرتك مصري وعايش في ألمانيا وبتتفرج